شويه. نعم. قال لي ليش ما تدخل في البنك؟ قلت له لا البنك متعب. بنك يعني قصده انك يعني كتموين هي. وتطور من نفسك زياده. قلت له لا صعب البنك. انا ما كان في بالي بنك. قال لي براشد كم بتام المشاريع تبغي كاش، والكاش اذا ما دار في محاور عده ما بيتضاعف. قلت لي البنك صعب ونسبه. قال لي انت فكر في الموضوع. اعطاني مثل بسيط لو نطلع برا. قال لي الحين اللي يضرب شيول باليد غير عن الشيول اللي يضرب بحفار. يعني طلعنا برا الموضوع. بس تم في بالي في اول بيت تحدي كان اخذته على البنك. يعني تمويل. نعم. كان هذاك الوقت المبلغ 500,000. لو تقوله حق شخص قال لك انت مجنون. تمويل 500,000؟ سكت. اللهم لك الحمد والشكر. الطفرة ساعدتك. ساعدت. أمانة. يعني أعتقد عندي جار الله يذكره بالخير قال لي بكم اشتريته؟ قلت له 600. لي 600,000؟ قلت له دفعت الدفعة والباقي كملت. قال لي واي غالي. حتى استصغر سني. قال لي منين يابها؟ قال حق واحد من الجماعة. ما بغيت أقول بنك صراحة. أمانة أنا ممكن أقول بنك كنت أزعل شوية. هي تحس انه ايه التزامات كيف بتأدي كيف بتقضي القسط. قلت لك ترى في ناس تشجعك وفي ناس تنزل شوي من معنوياتك. اللهم لك الحمد والشكر. نقول يت موجة الارتفاع. ولا شك من نجاحاتنا الموجة الارتفاع في اللي كانت ب600 وصلت لي 1,700,000. ما شاء الله. تبيع ولا تخلي؟ تسكن ولا تكمل؟ تميت يعني في حيرة. في حيرة. يعني اتذكر الموقف اللي كنت اعيش فيه اول بداياتي. والحمد لله قلت لك من ميزة التاجر لا يتردد في اخذ القرار، لان الفرصة تي مرة واحدة ما تكرر. واخذ القرار فيها لازم يكون سريع، لان الانسان اذا يشتري ورجع يتغير الراي. فدخلت عند المكتب فقال لي الرجال بيشتري في هذا السعر. قلت له تم. ما رجعت لان باين عندك القرار. مشتري بكم؟ بايع بكم؟ خلص انتهى الموضوع. حسم. لا رجعت لبيت، لا رجعت لاحد، لان باين عندك وضوح. احنا قلت له بعت. اذكر الاهل زعلوا. قلت لهم لا تحديد مصير ما اقدر. ابى افتح افاق جديده. الحمد لله الله وفقني وبعت. وتوزع المليون علي قرض. كان القرض 400 وصل. دفعت منه يمكن 100. رحت عند بنك. قلت له ابغي ادفعه. اخذت العربون. قالوا لي ما ننزل لك من قيمه القسط لانه مستعجل. دفعت دفع مبكر. الدفع المبكر. نعم. دفعت من القيمه ونزلوا لي قيمه وجزاهم الله خير. اخذت الباقي. ما شاء الله. هاي كلها بشائر خير ما شاء الله. الحمد لله. عقب حطيت الفلوس في موضوع سلال. نوعت العقار. ناس تقول اشتر في ارض بس. قلت له لا ارض. بيت صغير بناء. الحمد لله رب العالمين فتح لك. ولا انسى الجماعه اللي قلت لك جالس ينبهونك في الموضوع، لا احنا سبقناك في هاي، سوي كذي. والحمد لله رب العالمين هذه الانطلاقه. اشتغلت بروحك براشد ولا في فريق معاك او في يعني شباب معاك اللي ساعدوك حتى وصلت الى هذا المستوى؟ لا والله بداياتي
يعني كانت كتومة، يعني كل ما أكلم حد ما أقول يتهزأ، بس ما عندي الأفكار أني يا جماعة تستلمون معاشات، حرام تضيع كلها على أقساط سيارات، الفكرة ما تقول كذا، البلد تبغى تتطور، الإنسان كل ما يكبر الحسبة تختلف. كان اللي يسمعك وكان اللي ما يسمعك، بس قلت لك وعيد وأقول لك ميزة التاجر الناجح الإصرار، الإصرار في الصح، لأن مرات إصرار يوديك في بعيد الشارع عنه وعنكم في داهية. في ناس براشد وانت رجل عقاري تجد أن يأخذ عقار ويقول لك هذا العقار دخله 10% خلاص ينام على 10% مرتاح، وفي ناس ثانيين لا يقول لك أنا لازم طموحي يكون أكبر وهدفي يكون أكبر من كذا. شوف احنا ما نكبر ناس ونصغر ناس في الأعمار، يعني 10% جيدة يعني كدولة الإمارات وعلى التطور اللي فيها، لا ممتاز مربح. في ناس وفي دول 7% يشوف مكسب على الأوضاع اللي عنده، بس أنا أقول لك 10% العمر هو اللي يحدد سرعة نجاحك. يعني آسف اللي بتقول لي والله واحد عمره 70 يقول لك لا 10% جيدة عنده، تواجده في السوق ما بوايد، الفرص ما يس ما عنده اللي تقول بيلحق عليها بالعكس اللي تواجده في السوق العقاري شاب صغير شو رايك في 10%؟ اكيد هو يوم باع ب 10% محط حساب على شيء ثاني، مثلا ببيع ب 10% لا ببني، لان عامه الشراء غير عن البنيان، البنيان تكلفته وقوفك عليه صح ياخذ منك من الجهد بس فوائد اعلى. براشد راس الخيمة مثل ما نشوفها اليوم في تطور وفي ازدهار وفي نمو، كل يوم كل شهر تشوف مشروع جديد، كل شهر تشوف مباني جديدة، أفكار جديدة، فنادق، منتجعات، الازدحام يعني يوم بعد يوم في ازدياد. كيف تنظر إلى يعني الحركة التجارية والسياحية والاقتصادية في رأس الخيمة؟ يعني رأس الخيمة يعني حتى شو أقول لك لو تكلمنا ما تكلمنا عنها ما بنوفي حقها. أنا أمانة أسميها أم الخير، تبغيها سياحية جبال صحاري بحر بحار، يعني خلنا نطلع من طلع من عوافي للبحر ما تأخذ 10 دقائق، من الجبل لي من البحر لليبل ما تأخذ 1/4 ساعة في الطريق، يعني لو بغيت توصل لأخت الإمارة واعدة اللي له بعد نظر فيها ما شاء الله، طفرت الفنادق نجاحاتها تنقاس دول، أنا اللي أشوفه إمارة واعدة وتبغي همة شباب، يعني أمانة تبغي همة شباب ما شاء الله. الآونة الأخيرة من جسور شوارع مراكز فنادق على مستوى راقي جدا راقي جدا، عندنا ما شاء الله امتداد بحري جميل، يعني حتى يوم يجونا ربعنا تجار ولا ما يمدحون الا سيفة البحر، عندنا سيفة رائعة يمدحونها
وحتى فنادقها. يعني كرجال الأعمال اللي يجون معانا مثل إخواننا الكويتيين، إخواننا البحرينيين، مجلس التعاون الإمارة وايد يحبونها. يوم تقول لي ليش ما تستثمر في إمارة؟ قال لا، إمارة هاي يعني تدخل بقوة. الحمد لله رب العالمين، يعني البنيان ما شاء الله باين. بالإضافة إلى الصناعات الموجودة في رأس الخيمة، صناعات يعني كثيرة جدا، والمناطق الصناعية، ويعني الإنتاج اللي ينتج في رأس الخيمة يوصل لجميع دول العالم. نعم نعم، الحمد لله رب لا شك العالمين. لا شك. بس أنا اليوم أدخلك في مجال العقارات، الجماعة اللي عندنا كأصحابنا من مجلس التعاون الخليجي سهولة التعامل فيها، يقولون منطقة يعني تحرك فيها وايد سهل، بعيد عن الضوضاء، بعيد. يعني بيني وبينك خلنا نقول بناية حتى في الإقصيدات ما شاء الله تتأجر، على الكورنيش تتأجر، في طلب وتزايد، في طلب. عشان كذي تبغي له همة شباب، يبغي له همة. بيني وبينك على قولت مثل وحدة ما تصفق، أنت تشوف تكاتف. نعم نعم، وبالذات الشباب بالموضوع. يعني الحمد لله رب العالمين، أنت سفير إمارتك، يعني يوميك التاجر العقاري من برا ويسألك كم دخلك، كم دخل البناية، تقول لي بالدخل، يستغرب وتشجع أنت أصلا، وتشجعه هو يقول عندي أنا 6% اشتري، احنا نقول له 10%. الموضوع والأراضي مستوى سعرها وايد جيدة حق الاستثمار والبناء، أنا أتكلم كسكني تجاري، جدا أسعارنا رائعة. من خلال حديثك ألاحظ أن عندك يعني إن شاء الله برنامج وخطة لبناء أيضا المزيد من المنشآت والمباني خلال الوقت القادم. والله يعني الحمد لله رب العالمين، إذا نجحت في شيء تحس نفسك تبغي المزيد اللي أكبر، والحمد لله رب العالمين موجودة فينا هذه، يعني الطموح. أن الحمد لله رب العالمين أمانة الدولة ما مقصرة، ما مقصرة، ما مقصرة، نعيدها 3 مرات الحمد لله رب العالمين في أي ما شاء الحمد لله رب العالمين، في التسهيلات، في البناء. يعني ما نروح نشوف أماكن ثانية صعب، صعبة صعبة، الحمد لله رب العالمين كبنيان نشوفه احنا. أنا عندي النظرة هذه اللي ما عاد بيني وبينك، عندك الهدف اللي قدامك تقول البنيان، أنا أشوف تعمير هو نجاحي، هو الأقرب لقلبك، هذا أقرب شيء. يعني أمانة أنا أشوفه هو، يعني ما أدري كيف أقول لك، يعني العقارات يعني ولدي الثاني. نعم أبو راشد، العقار في ارتفاع في المستقبل، انت الجميل فيك انك ترى عن بعد، قاعد تشوف امامك بعيد 10 سنوات قدام، كيف تنظر الى رأس الخيمة في السنوات الخمس او العشر المقبلة ان شاء الله تعالى من الناحية العقارية؟ يعني لو ترجع على 10 سنين طافت تشوف يعني خلني انا طفرة كبيرة، يعني ارجع بعد 10 سنين اللي طافت، انت ساير بازدياد ونجاح. قلت لك الطموح مهم، ما شاء الله الإمارة سايرة على بالذات الطفرة الأخيرة، ما شاء الله، إن كان بنيان سكني، إن كان بنيان تجاري، وإن كان بنيان مرافق حكومية، من أرقى المستويات. براشد تحدثت عن الشباب، الشباب المواطن هم عباد المستقبل، هم رجال الغد، هم اللي بيكونون إن شاء الله بيساهمون في البناء وبيساهمون في العطاء وفي النماء. شو تقول إخوانك الشباب المواطنين اللي مقبلين على التجارة، كيف تشجعهم وكيف تقولهم شدوا حيلكم ووطنكم وبلادكم بحاجة لخدماتكم ولعطائكم؟
عشان ما تكبرنا احنا من ضمن الشباب. انا اقول يا اخواني يا ربعي يبغي له تركيز، يبغى له تعب شويه. وارجع واقول لك الحكومه ما مقصره، بس يبغي لك يا كشاب وعي. ما نقول وعي بالدرهم، لا، كيف تسدد صح. يعني الشاب اتجاهه سيارة، ما علي السيارة بيتي، تسهيلات موجودة من البنوك، بس ما بعد التسهيلات. كشاب احنا نتكلم، كيف بداياتك؟ ليش ما تبديها خطوة خطوة؟ مراحل مراحل، الدولة بدأت على مراحل.